تعملوا تفرشيخه باهيه في سبا سلطانه. يلا خليني سؤال رحمه الاشرف، خليني نقول اشرف يوسف اشرف الله غالب يا يوسف. يلا حبيت نقول له اول حاجه برافو محليك واصل عايش. تبارك الله عليك. شويه كيما الوالد ربي يرحمه عايشك ربي يفضل وربي يفضل لك ميمتك. نحب نسالك معناتها الوالده خمت انها تعاود حياتها من بعد المرحوم اشرف ربي يرحمه؟ رحمه هو السؤال يجي للوالده ما يسالش. نخلي لك سؤالك. لا شو حتى هي امي قررت القرار هذايا وقالت يعني بعد بابا الله يرحمه فما حتى راجل باش يعوض وكل، وحتى انا زاد ليه بالطبيعة امي قررت القرار عندها برشا ومتحبش. ربي يفضلها يا رب. وش يقول فيها فرحان راهو يعني هو حب يقول لك اللي امي راهي صهيك كرست حياتها كلنا. بالضبط بالضبط. تحيه لسونيا. نحب تصوير الغنايه كلمات والحان هي البوك بالطبيعه اشرف، توزيع المايسترو نعمان الشعري، تصفيق النعمان الشعري. سونيا لا سيرين يلا ما باش نقراو اليوم لسي سلاح عزيز قلنا له ثبت مليح باش نثبتو بيان سور. المطلوب انك تشرب القهوه ايه؟ وتنوي وان شاء الله نسمعو كان الخير. بسم الله الرحمن الرحيم السحر اشرب مليح. اعطيني اقوى قارئة الفنجان حبه اقوى اقوى يا وائل اقوى. 16 وستة كملها. هاي تفضل لله. خاطرك تشرب تشرب كل يا صلاح. انت عاد تشرب كل في النهار يا سي. شرب الكل شرب الكل شرب الكل. صحة سونيا صحة وفرحة. ده سي صلاح شنو البرج نتاعك بدا دي نيسونس معناها؟ 18/2 دلو دلو. ده لما حالة باش نعتمد لك على البرج أكثر من الفنجان خاطر ما شاء الله عليك شربتوا الكل الفنجان. أما ما يصيرش قعد لنا شوية نجموا نشوفوا. نقتلوا التراس. سي صلاح أنا كي حسبت لك اسمك واسم أمك نلقى البرج نتاعك هو برج القوس والمشتري، برج رقم 9. نعرفوا الناس الكل وليمات هذيا برشا معناها مختصين في الابراج قاعدين يحكيوا على رقم 9. كان عندك فكره رقم 9 هذيا باش يكون حليفك العام الجاي وعندك برشا نجاحات سواء على 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 عليك انت ولا على اولادك. باهي. وبرج القوس في حياته يجيب زوز ولا اربعه. برج القوس ولدي وبرج القوس. انا نحكي لك. هي. وولدك طلع عليك. الحمد لله. باهي وانت عينيك ولدك. باهي وانت من نوع اللي ولدك في بلاصه وبنتك في بلاصه وانت في بلاصه. صحيح ولا لا؟ وانت تمشي وتجي برشا في الطريق. على برشا بلايص. فهمت؟ معناه انت انسان متنقل من بلاصه لبلاصه. واضحه؟ باهي. وكرست حياتك لاولادك. الحمد لله. وجاتك برشا عروض في بلدان اخرى لكن اصريت انك تبقى في البلاد اللي تربيو فيها اولادك. غير بلادك اللي هي تونس بيان سوغ. رافيك في تألق، رافيك في طلعة، رافيك قد ما أنت قلبك رحيم، وقد ما أنت معناها قلبك باهي وحنين، قد ما أنت نرفوزي. برشا. على الأخر. لكن أو ميم طون، نحب نقول لك رد بالك، عندك وجاعة في ساقيك تحير عليك ساعة ساعة، وعندك وجاعة في ظهرك، وساعات مفاصلك توجع فيك. صحيح ولا لا؟ والله اش قعدت فيها؟ صحيح ولا لا؟ اش قعدت فيها؟ اش قعدت فيك؟ الماكينة. بالرسمي نحب نقول لك سيس على بدنك والسوف كما نقولوا يتباع بالرزانة وما شاء الله عليك حققت برشا نجاحات مع برشا فنانين، لكن صحيح حققت برشا نجاحات مع فنانين، لكن الرافيك عندك حزن كبير اتجاه فنانة غادرت الساحة الفنية وقعدت في قلبك الفنانة هذيا وديما في مخك تحب تكرمها لكن ديما الحزن يغلب التكريم. صحيح ولا لا؟ صحيح. رافيك في وقت من الأوقات جيك حزن كبير كبير في صحتك
معناها تقلقت في صحتك والحمد لله الازمه ذي خرجت منها لاباس. الحمد لله. الحمد لله. العام الجاي ان شاء الله رافيك تألق، اما عندك عين، عين وين ساعات تقول باش نمشي نعمل حفله وكل تصير لك حكايه، تصير لك غريبه، ساعات ترقد، ساعات تبطل، ساعات هي صارت وما عندهاش برشا حكايه كي تحكي عليها انت. انا كنت مسافر وباش نخدم في العشويه في باريس، خذيت الطياره بكري على اساس باش نخلط العشويه، خاطر العشويه وعرس عشويه مش عارف ماضي ثلاثه نتاع العشيه قادر مثلا. يا اخي الطياره اللي تخرج الست الطياره نتاع السبعه غير اربعه من تونس لباريس خرجت ماضي ساعه ونص نتاع النهار. يعني مشيت لباريس وما خدمتش حاجه. اذا عرفت عليه حفله عملها الطياره. لا بالحق خاطر الطياره اللي باش ناخذها جايه من موريال جات مؤخر. يعني طلعت وما خدمتش. غنيت لهم في الطياره سيبري. سيبري. غنيت لهم؟ لا ما خلطتش، خلطت الخمسه نتاع العشيه وفات العشيه. شكون اسمه محمد؟ محمد هو ولدي، محمد عزيز. محمد عزيز الرفي في طلعه قاعد يقرا ولا اش قاعد؟ اي قاعد اي الرفي ناجح قدرة ربي، رفي من الاوائل، الرفي نسخه مطابقه لاصل البوه، ان شاء الله ربي يفضلك لي وربي يفضلك انت وان شاء الله قراءه الفنجال عجبتك. برافو سونيا لاسيغان. تحب نتذكر زيده مره اخرى لان نعمل ازاله التابعه، ازاله كل ما هو عكسي، تسهيل السفر، تسهيل المكتوب، واللي يحب يقرا زيده قراءه خاصه كما الفنجال، البرج، الشمعه، التاغو، يتصل بي على الرقم 27 040 848. نحب نذكر زيده راني بالموعد، ما نقبلش هكاكا، واللي ما معناها تكلم وما معناها ما تحصلش عليها يعاود يتكلم ويتحصل عليها ان شاء الله، خاطر برشا مكالمات قاعده يكلموني وبرشا كثره الاكتظاظ نتاع المكالمات ما نجمش نجاوب الناس الكل، واللي هذا اللي ما تحصلش عليها يعاود يتحصل عليها. ونحب نقول لكم راني في حدائق المنزه بالموعد ومرحبا بكم الناس الكل. برافو سونيا لاسيرين، نشكرك برشا على حضورك معنا، طبعا الرحمه زاد نشكركم برشا برشا برشا. نمشي فاصل مشاهدينا الكرام وراجعين، وتحية لكم سونيا رحمة. شكرا لك. الفقرة ذي سميناها كأس النجوم، بمعنى كأس النجوم أنه المواهب في الغناء وخصوصا في الغناء والفن وأيضا في التنشيط وأيضا في التمثيل، الشخص اللي يعرف روحه عنده موهبة وما نجمش يوصلها وما لقاش شكون يرعاه، البرنامج هذا مش يقدم له هذه الإضافة ويعطيه فرصة الظهور تلفزي. لكل ما عنده ثقة في صوته في أدائه وفي حلاوة صوته أو عنده موهبة في التمثيل أو لست أدري في العزف أو حاجة يكون معانا ضيف ان شاء الله. نحب نقول للمواهب الكل في جميع المجالات بالفنون بصفه عامه اجاو ما تندموش، لانه فما برشا اصوات ما لقاوش حظهم يخرجوا في البرامج هذه. احنا ماذا بينا كي يجيو اصوات حلوين وفي الكاستينج ان شاء الله نلقاو الناس حلوه وان شاء الله اللي عنده زر هو اللي يفوز. هذايا الرقم اللي تنجموا تشاركوا به في برنامج او فقره كاس النجوم، الفقره ذي خرجت عديد الأصوات اللي موجودة الآن على الساحة الفنية. شنو هذا؟ العرفة المعلمية موزرة. خليهم يدخل. سيدة رئيسة الحكومة، والقضية بخلاف اللي هي وطنية ولات قضية شخصية. حاب نقدم لكم تالي بن عمر، ضابط من فرقة أركان الجيش الوطني ومبعوث من فوق. حد ما باش يعرف اللي احنا في مصر. باش نحرقوا مصر معناها؟ لا ماهوش حل الحرب. بلا كيفاه؟ No cap. You wanna try? Oh my dog.
بوريس ميرنوف اللي سرق لي كود نيوكليير دخل البارح لليابان باسبور مضروب. تبدلت عليا برشا البلاد ما كانت شك. شنو عمر شي تعرفها اليابان زيدا؟ خمس سنين في السفاره انا هون. Ты мой герой. Юа. Юа. يا سلمى حبيت أقول لك أحبك برشا 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 وأنت أغلى حاجة عندي في الدنيا. Far in the distance there's a promise. ما نحبش نموت وحدي. Il n'y a plus aucune échappatoire. Le compte à rebours a été lancé. Je vous suggère d'aller passer le reste du temps avec vos bien-aimés. Et je ferai demain. شكراً سيد الرئيس. تخيلوا مسلسل بتاع رمضان هذا. هذا فيلم راهو. القناة الأقوى والأجمل والأروع تلفزة تي في فيها العربي سنجرية صلاح عزيز يوسف أشرف جرمانة صفية جمازي ويلتحق بنا صاحب الصدمة وسيم عياشي. يلا نقعد مع الجمال بين الجميلتين زينب بيوتي وصفاء الجمازي. تحية كبيرة لمدام زينب رقيقة صاحبة فضاء زينب بيوتي سنتر بربي تسيق على زينوبة. وين تسيق على زينوبة؟ زينب كل ما تجيب حذنا إلا وعندك الإكسكلوزيفيتي في كل ما هو جمال وتجميل. تكنيك الوحيدة في تونس موجودة كان عندك في زينب بيوتي سنتر. خلي هي ما حبيتش تقولي على اسمها انت. باودر براوز. شو اسمها؟ باودر براوز. باودر براوز هذه للحواجب. للحواجب صحيح. ماهيش تاتواج. نو نو. ماهيش الحكاية الأخرى. سي ان افي بودغي عوضنا به لبوالا بوال. لبوالا بوال أكا الرسم شعرة شعرة. شعرة شعرة. شوفوا معنا الفيديو هذه اللي موجودة. هذا هو اللي في بودغي. أعطينا مراد في الإخراج بربي لفيديو مع مدام زينب. هذه طريقة الرسم الجديدة. التوندونس في الحوايج اللي موجوده كان عندك بالضبط. صافي كيما تعرف السنه انا مشيت كعضو في لجنه التحكيم في اندونيسيا في الفيستيفال انترناسيونال فوالا. حضروا فيه اكبر اسامي في العالم في الميدان المكياج شبه الدائم. دونك parmi les nouveautés عندنا التكنيك هذه. عندي تكنيك هذه وعندي تكنيك اخرى ان شاء الله تنحكي عليها في الحلقه الجايه. اكسلون. اها فوالا. دونك عندنا الباودر براوز اللي هو ليفي بودغي عاود لنا الميكرو بليدينغ اللي هو رسم الشعره اون افي 3 دي. كيفاش تصير التكنيك هذيا زينب؟ شنو هما لي زوتي قبل باللام فما؟ لا لا التكنيك اختلفت بارابور الميكرو بليدينغ اللي هو يتخدم مانويل افيك بليد نخدموا بها نرسموا بها الشعره. توا ولينا نستعملوا تتخدم ويذ ديفايس بالماكينه بابره سبيسيال سي سوبرفيسيال ما فيه لا وجيعه لا دم. مش كيما الميكرو بليدينغ. مش كيما الميكرو بليدينغ. ديجا هذا يتخدم فوالا هذا يتخدم ما غير بونج تيلمون سي سوبرفيسيال. ما تحس حتى شيء. حتى يعني شيء. لا وجيعة لا دم لا حتى شيء لا بن لا شيء. بالضبط. وسي تخي ناتوريل. سي تخي ناتوريل. الفي نتاعها تخي نعم. قداش يقعد؟ بون هي تكنيك جديدة مازلنا ما نعرفوش ا بو بخي مي نقولوا جوسكا دو زون اونتر ان اون اي دو زون سولون نوع البشرة. وسيرتو التكنيك هذيا تمشي مع ليبو غراس. تعرف لي احنا في تونس عندنا وفي الوطن العربي بصفه عامه عندنا البو غراس المزيت البشره المزيت فوالا البشره الدهنيه. دونك هذيا تحل لنا برشا مشاكل خاطر نعرفوا احنا البيغمونتاسيون ما تشدش على البشره الدهنيه يعني الميكرو بليدينغ بشرته الدهنيه ما تشدش فيه. لافونتاج نتاع التكنيك هذه اللي ما تشوفش خدمه الميكرو بليدينغ نشوفوا شعره مرسومه خاطر ديما يجيني سؤال شنو هو الفرق؟ شنو هو الفرق بين وحنا نحكيو على حاجتين مختلفين تماما. فوالا دونك التكنيك هذه تعطينا دونسيتي للحاجب للشعره ما غير ما نشوفوا شنو هو المخدوم معناتها ما تراش حاجه في المخموطه نقولوا اكزاكتومون تشوف حاجه مزيانه وكهو.
تري بيان. والميكرو بليدين كي تخدم شعره شعره ساعات ما تكونش كومباتيبل مع شعره الاصليه، ساعات لا بو غراس لا كولور فيغ تولي اللون عاتي على ولا ال روجيت لو برودوي كاريمون صح، اي يولي اللون عاتي على الجري دونك تتقلق ديجا. هذه التكنيك هذه كيما نشوفوا سي ان افي بودري سوفت انكور راهو يتبدل ابري 5 جور معناتها انكور يولي بلو ناتورال. الميكرو بليدينغ ولا يقشر شويه ليجيرمون معناتها قد ما تكون الخدمه هكا خدمه سوانيوزمون ما تعملش قشره كبيره. ليجين اللي هي اهم نقطه زينب انا ديما تعرف نركز عليها، كل كليانت عندها بيان سور بيان سور البرا اللي باش تخدم لها بها وتتلوح اكزاكتومون. وي هذه حاجه مؤكده ما نتناقشوش فيها خاطر يلزم يكون هكاكا وان شاء الله يكونوا يطبقوا في القواعد الصحه بارتو خاطر فما باركور كامل. يعني تجي تصور لها الكليون حاجه بسلون الوجه ولا هي تجيك تقول لك نحب الفورمك وعنده من التصوير هي التكنيك هذه شو بالنسبه للتكنيك هذه ديجا قاعدين نصلحوا بها اللي فسدوه الناس الاخرين دونك نجموا نعملوا بها كوريكسيون نجموا نخدموا سيغ اون بو فيرج معناتها انكور تعطينا ان افي تري ناتوريل ومزيان برشا معناتها تري صوبر. نجموا تعملها على الميكرو بليدينغ قديم؟ هذا السؤال اللي نصلحوا به. انا ان شاء الله بلو تاغ تو نحكي على التصليح معناتها نوصلوا ليتاب كون نعملوا كوريكسيون دو لا كولور شنو هما لي تكنيك خاطر فما تكنيك هذيا وفما اون اوتر تكنيك اللي هي خلينا نقولها من توا الكومبو بروز يعني نعملوا كومبينيزون دو دو تكنيك اللي هي الهير ستروك لي بوال مرسومين بالماشين مش بالبليد سي با ميكرو بليدينغ يتخدموا بالماشين وما بين الشيدينغ ولا الباودر براوز دونك نكملوا به الحاجه يعطي حاجه ياسر مزيانه وهي ديجا التكنيك هذه ولا التكنيك الثانيه نخدم فيهم بنسبه 90% يعني في خدمتي ديجا اللي هي موجوده ولاقيه برشا نجاح ما نلقاش عندك رونديفو زين صحيح موجود تجي فترات نتاع الذروه نتاع مواطنينا بالخارج يجيو ناس كلهم قايدين النوم وناس كلهم يستناو باش يجيو لتونس ويجيوني دونك فوالا. كيفاش يتحصلوا على الاكزينوبا؟ كيفاش يلقاو رونديفو؟ وي ديما راهو ديما نسبق العباد اللي مسافره العباد اللي ما عندهاش عندهم اولويات عندهم اولويات فوالا. نمرو تليفون زينب 53 57 6 75 احنا في النصر 2 ومرحبا بالناس الكل. يعطيك الصحة يتابعوك على الباج انستغرام والتيك توك والفيسبوك. تيك توك انستغرام زينب بيوتي سنتر. زينب بيوتي سنتر على الانستغرام تيك توك وتيك توك انستغرام وفيسبوك فوالا. تهبط خدمتك على التيك توك دونك يتابعوك تو يلقاو لك حابينها برشا برشا برشا. تخي بيان ان شاء الله حظ موفق ليك نتقابلوا احنا مش الجمعة الجاية. اللي من بعد ان شاء الله باش نحكيو على دوتر تكنيك وديما الاكسكلوزيفيتي معاك انت زينب ان شاء الله. تشرفت برشا اللي انت موجوده معنا اليوم ميرسي على البريزونس تاعك. برافو برافو صفاء زينب. ولكن قبل نحب نذكر بحاجه انه اغنيه يوسف اشرف جرمانه هي من كلمات حاتم الجيزاني باش نعطيوها